العقارات ما زالت تقول متواصلة في شمال مدينة غزة، في شمال مدينة غزة بالتحديد في منطقة الشيخ رضوان والشاطئ. الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تتوقف غاراتها، آخر هذه الغارات كانت في شارع النصر هنا في غرب مدينة غزة. سيارات الإسعاف نقلت قبل قليل عدد من هذه الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي. بعض هذه الإصابات وصفت بأنها خطيرة، سيما وأن كل الاستهدافات التي تقوم بها الطائرات الحربية الإسرائيلية هي بدون سابق إنذار أو تحذير للسكان بضرورة إخلائها. لم تعد شوارع غزة كما هي كانت سابقة قبل الحرب، لم يعد هناك منزل إلا وأصابه الضرر إن لم يكن دمر بشكل كامل. واجهات المنازل قصفتها إسرائيل بشكل متعمد، أبادت مناطق وأحياء كاملة حتى هذه اللحظة، لأننا نتحدث عن المناطق التي تتوغل فيها هذه القوات تقوم بتكثيف نيرانها وأيضا تكثيف الأحزمة النارية في منطقة تل الهوى بالتحديد في جنوب مدينة غزة، وكذلك في شمال غرب مدينة غزة وفي شرق بيت حانون. هذه الأحزمة النارية هي لتوفير الغطاء للآليات المتوغلة في تلك المناطق، سيما وأننا نتحدث عن مشاهد باتت تعرضها قتائب القسام بين الحين والآخر لتدمير عدد كبير من هذه الناقلات، وهو ما يفسر بكثافة الضربات الصاروخية من قبل الجيش الإسرائيلي إلى هذه اللحظة تجاه منازل ومناطق مختلفة في مدينة غزة. أبرز هذه المجازر كانت ساعات الليل استهداف لمنزل يعود لعائلة أبو حصيرة، وبجانبه عدد كبير من منازل المواطنين في مخيم الشاطئ تم استهدافه، وإلى الآن يتم نقل أعداد من الشهداء والمصابين من هذه المنطقة، وإلى الآن يتم نقل إصابات من الغارة الإسرائيلية التي وقعت في شارع النصر في غرب مدينة غزة. يعني نحن نشاهد سيارات مدنية تم يعني تقوم بنقل هذه الإصابات، لكن هذه السيارة هي تنقل الآن شهيد وصل في هذه اللحظات إلى مجمع الشفاء الطبي عبر سيارة مدنية، والآن حافلة أخرى تقوم الآن يعني أسمع السائق يطلب سيارات إسعاف أن تصل إلى المنطقة التي يتم استهدافها في غرب مدينة غزة. الآن نشاهد حافلة تقوم بنقل المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي جراء الغارة الإسرائيلية التي تحدثنا عنها في شارع النصر في غرب مدينة غزة. الآن الطواقم الطبية تقوم بإنزال عدد من المصابين من هذه الحافلة التي هي حافلة مخصصة لنقل الطلاب، لكن هذه الحرب كانت مختلفة كثيراً. الشاحنات التي تنقل الرمال والحصى نقلت شهداء، السيارات التي تنقل وقود نقلت شهداء، السيارات المدنية نقلت شهداء، كل شيء هنا نقل شهداء خلال هذه الحرب. يعني نحن نشاهد حافلة حتى هذه اللحظة هي التي تنقل هؤلاء المصابين إلى داخل مجمع الشفاء الطبي. هذه الحافلة نقلت عدد من المصابين قبل لحظات قليلة من الآن إلى داخل مجمع الشفاء الطبي. الكل هنا يتشارك في عملية نقل الإصابات، لأن سيارات الإسعاف استنزفت بشكل كبير جدا، أكثر من 25 سيارة إسعاف ضررت وخرجت عن الخدمة، ومن يعمل إما زجاجه مهشم أو فيها ضرر كبير وقع في هذه السيارات، فلذلك يسارع السكان من نواحي كثيرة لنقل هؤلاء المصابين والشهداء. حتى عملية نقل الشهداء تتم في ظروف غير طبيعية ودفنهم في ظروف غير طبيعية، الكل يتشارك في نقل الجثمين. الآن نشاهد أيضا شهيد آخر جراء هذه الغارة الإسرائيلية في حي النصر في غرب مدينة غزة، والأعداد تزداد بشكل كبير لأن إسرائيل كما قلنا كثفت من غاراتها طيلة ساعات الليل وحتى ساعات الصباح هنا في مدينة غزة بالتحديد، والكل هنا يحاول التعرف عن ذويه وأقاربه إن كانوا من الأحياء أم من الشهداء، لأن ثلاجات الشهداء امتلأت بشكل كبير، وبين الحين والآخر يتم تجميع ما عدده 50 شهيدا لم يتم التعرف عليهم، أو أن العائلة لا تستطيع أن تنقلهم إلى المقبرة فيقوم بعض المتطوعين بنقلهم إلى مقبرة جماعية ودفنهم بشكل جماعي. تفضل بالبقاء معنا من أمام مجمع الشفاء محمد الدعور مراسل الغد، أشكرك حتى الساعة.